أحبائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حصة جديدة من حصص اللغة العربية، والتي سنتناول فيها موضوعا مهما من موضوعات اللغة العربية. وعنوان درسي لهذا اليوم أحبائي الطلبة الحرية. أحبائي الطلبة، سنتحدث اليوم عن قصة النمور في اليوم العاشر، وهي قصة أحبائي للكاتب الكبير والمعروف زكريا تامر، وهو أديب وصحفي وكاتب سوري. أحبائي، له عدة مؤلفات، منها دمشق، الحرائق، والحسرة، وأيضا النمور في اليوم العاشر الذي أخذ منه النص لهذا اليوم. أعزائي الطلبة، هذه القصة هي قصة رمزية وهي هادفة، وسنلاحظ أحبائي الطلبة بأن أحداثها تدور بين المروض والنمر، وكما أيضا نتبين بعد قليل بأن مضمون هذه القصة تتحدث عن الحرية ورفض الظلم والسيطرة أيضا ورفض الاستعباد. هيا بنا أحبائي نبدأ بالفقرة الأولى. رحلت الغابات بعيدا عن النمر السجين في قفص، ولكنه لم يستطع نسيانها، وحدق غاضبا إلى رجال يتحلقون حول قفصه وأعينهم تتأمله بفضول دون ما خوف. وكان أحدهم يتكلم بصوت هادئ ذي نبرة آمرة: إذا أردتم حقا أن تتعلموا مهنتي، مهنة الترويض، فعليكم ألا تنسوا في أي لحظة أن معدة خصمكم هدفكم الأول، وسترون أنها مهنة صعبة وسهلة في آن واحد. انظروا الآن إلى هذا النمر، إنه نمر شرس متعجرف شديد الفخر بحريته وقوته وبطشه، ولكنه سيتغير ويصبح وديعا ولطيفا ومطيعا كطفل صغير. فراقبوا ما سيجري بين من يملك الطعام ومن لا يملكه، وتعلموا. أحبائي، إذا أمعنا النظر في هذه الفقرة نجد أنها تحتوي على بعض المفردات. عندنا على سبيل المثال حدق بمعنى نظرة، وأما يتحلقون بمعنى يحيطون به، وأما تتأمله أحبائي بمعنى تنظر فيه، وأما شرس أي سيء المعاملة، ومتعجرف بمعنى متكبر، وأما الترويض أحبائي الطلبة فهي أتت بمعنى الإخضاع. وإذا عاودنا النظر أحبائي الطلبة إلى هذه الفقرة نجد بأنها طبعا دلت أو احتوت على شخصيتين أساسيتين في القصة، وهما المروض والنمر. أحبائي، هنا أراد طبعا في المعنى الظاهر لهذه الفقرة نلاحظ بأن المروض أراد أن يعلم طلابه مهنة الترويض والسيطرة على هذا النمر الذي حل سجينا عنده في الغابة. إذا أحبائي، لو وجهت إليك سؤالا وقلت لك: ما المقصود بعبارة فعليكم ألا تنسوا في أي لحظة أن معدة خصمكم هدفكم أو هدفكم الأول؟ ستقول معي مباشرة بأن هنا المروض أراد أن يبحث ويمتلك نقطة ضعف الخصم حتى يحسن السيطرة عليه، وهي طبعا الجوع والحاجة. فبادر الرجال إلى القول إنهم سيكونون التلاميذ المخلصين لمهنة الترويض، فابتسم المروض مبتهجا، ثم خاطب النمر متسائلا بلهجة ساخرة: كيف حال ضيفنا العزيز؟ قال النمر: أحضر لي ما آكله، فقد حان وقت طعامي. قال المروض بدهشة مصطنعة: أتأمرني وأنت سجيني؟ يا لك من نمر مضحك، عليك أن تدرك أني الوحيد الذي يحق له إصدار الأوامر. أحبائي، إذا أمعنا النظرة في هذه الفقرة نجد هنا بأن مبتهجا جاءت بمعنى مسرورا، وأما ساخرة بمعنى هازئة. أحبائي الطلبة، نلاحظ في هذه الفقرة بأن طبعا المروض بدأ حديثه مع النمر، وعندما رحب به وقال له: كيف حال ضيفنا العزيز؟
هل أحباء الطلبة بالطبع كان أو حل النمر ضيفا عزيزا في هذا القفص؟ بالطبع ستقولون معي لا، وإنما هنا حل النمر سجينا. إذا أحباء الطلبة، بالمعنى الظاهر هنا بأن المروض بدأ بالترهيب، لكن إذا عمقنا بهذا المعنى نجد بأن المروض أراد السخرية من هذا النمر، وأراد تحطيمه نفسيا لإضعافه وهز ثقته بنفسه بالطبع ليسهل السيطرة والترويض لهذا النمر. قال النمر: لا أحد يأمر النمور. قال المروض: ولكنك الآن لست نميرا، أنت في الغابات نمر، أما وقد صرت في القفص فأنت الآن مجرد عبد تمتثل للأوامر وتفعل ما أشاء. قال النمر بنزق: لن أكون عبدا لأحد. قال المروض: أنت مرغم على إطاعتي، لأني أنا الذي أملك الطاعة. أحبائي الطلبة، إذا أمعنا النظر في هذه الفقرة نجد أن نزقا بمعنى الخفة والطيش في كل أمر، والعجلة في جهل وحمق، وأيضا أحبائي مرغم بمعنى مجبر. ولو عاودنا النظر إلى هذه الفقرة وأمعنا فيها نجد بأن النمر هنا يتحدث بلهجته التي اعتادها. فنحن نعلم أحبائي الطلبة بأن النمر يمشي في الغابات مفتخرا ومعتزلا وطبعا بقوته وبشجاعته وببطشه، فهو لم يعي أحبائي بأنه سيمتثل وسينفذ أوامر المروض. الآن أحبائي دعونا ننتقل إلى الفقرة التالية. قال النمر: لا أريد طعامك. قال المروض: إذا جع كما تشاء فلن أرغمك على فعل ما لا ترغب فيه. وأضاف مخاطبا تلاميذه: سترون كيف سيتبدل، فالرأس المرفوع لا يشبع معدة جائعة. وجاع النمر وتذكر بأسا أيام كان ينطلق كريح دون قيود مطاردا فرائسه. وفي اليوم الثاني أحاط المروض وتلاميذه بقفص النمر، وقال المروض: ألست جائعا؟ أنت بالتأكيد جائع جوعا يعذب ويؤلم، قل إنك جائع فتحصل على ما تبغي من اللحم. أحبائي، إذا أمعنا النظر في هذه الفقرة نجد بأن بأسا جاءت بمعنى بحزن، وأما تبغي أحبائي بمعنى تطلب. إذن كما نلاحظ في هذه الفقرة بأن النمر ما زال متمسكا بكبريائه، فهو رفض الطعام، ولكن المروض كان على ثقة بأن النمر سيتغير وسيتبدل حاله. فكما نلاحظ هنا بأنه قال فالرأس المرفوع، قال لتلاميذه بالطبع فالرأس المرفوع لا يشبع معدة جائعة. فهنا أحبائي تدل هذه العبارة على ضعف الهمة وسيطرة الغريزة، فلن يتحمل النمر الجوع، فهي نقاط ضعف الخطر. وإذا سألتك حاجز الطالب وقلت لك: ما هي الصورة الفنية في عبارة كان ينطلق كريح دون قيود؟ ستقول معي بأن النمر هنا شبه قوته وسرعته وهو يطارد فرائسه طبعا في الغابة بالريح القوية والشديدة. ظل النمر ساكتا، فقال له المروض: افعل ما أقول ولا تكن أحمق، اعترف بأنك جائع فتشبع فورا. قال النمر: أنا جائع. فضحك المروض وقال لتلاميذه: ها هو ذا قد سقط في فخ لن ينجو منه. وأصدر أوامره، فظفر النمر بلحم كثير. وفي اليوم الثالث قال المروض للنمر: إذا أردت اليوم أن تنال طعامك فنفذ ما سأطلب منك. قال النمر: لن أطيعك. إذا أحبائي، إذا أمعنا النظر في هذه الفقرة نجد بأن النمر ابتدأ بالامتثال وإطاعة أوامر المروض ليحصل على طعامه. قال المروض: لا تكن متسرعا، فطلبي بطيء جدا، أنت الآن تجول في قفصك، وحين أقول لك قف فعليك أن تقف. قال النمر لنفسه: إنه فعلا طلب تافه ولا يستحق أن أكون عنيدا وأجوع. وصاح المروض بلهجة قاسية آمرة: قف. فتجمد النمر توا
وقال المروض بصوت فرح: أحسنت. فسر النمر وأكل بنهم، بينما كان المروض يقول لتلاميذه: سيصبح بعد أيام نمرا من ورق. إذا أحبائي، إذا أمعنا النظر في هذه الفقرة نجد بأن تافه بمعنى لا قيمة له، وأما توا أحبائي فهي جاءت في الحال. وإذا عاودنا النظر في هذه الفقرة نجد بأن النمر فعلا بدأ يتنازل شيئا فشيئا، وبدأ الامتثال لأوامر المروض. بالطبع أحبائي، لأنه طبعا يريد الطعام، وبأن الغريزة كما قلنا قبل قليل سيطرت على هذا النمر. إذن أحبائي، لو سألتك وقلت لك بأن العبارة التي جاءت على لسان النمر إنه فعلا طلب تافه ولا يستحق أن أكون عنيدا وأجوع، أتدل على وعي النمر لما سيحدث أحبائي، أم ستدل على السذاجة؟ ستقول معي مباشرة بأن هذه العبارة تدل على سذاجة النمر، فلو كان يعي النمر ويدرك نهايته لما تنازل عن كبريائه وبدأ شيئا فشيئا يطيع المروض. وفي اليوم الرابع قال النمر للمروض: أنا جائع، فاطلب مني أن أقف. قال المروض لتلاميذه: ها هو ذا بدأ يحب أوامري. ثم تابع موجها كلامه إلى النمر: لن تأكل اليوم إلا إذا قلدت مواء القطط. كظم النمر غيظه وقال لنفسه: سأتسلى إذا قلدت مواء القطط. وقلد مواء القطط، فعبس المروض وقال باستنكار: تقليدك فاشل، هل تعد الزمجرة مواء؟ فقلد النمر ثانية مواء القطط، ولكن المروض ظل متهجم الوجه وقال بازدراء: اسكت اسكت، تقليدك ما زال فاشلا، سأتركك اليوم تتدرب على مواء القطط وغدا سأمتحنك، فإذا نجحت أكلت، أما إذا لم تنجح فلن تأكل. إذا أحبائي، نلاحظ هنا كظم غيظه بمعنى حبس غضبه، وأما زمجر أحبائي هي ترديد الصوت، وأما الازدراء هنا جاءت بمعنى السخرية. ولو أمعنا النظر أحبائي الطلبة في هذه الفقرة لوجدنا هنا بأن النمر طبعا بدأ بالاعتياد على أوامر المروض، وبدأ أحبائي الطلبة بالانقياد لهذا المروض وتنفيذ أوامره، لأنه بالطبع لن يقوى على تحمل الجوع، وكما قلت ستسيطر غريزة حب الطعام والإحساس والشعور بالجوع على طبعا نفس النمر. فبهذا أحبائي طبعا سيضطر النمر إلى تنفيذ أوامر المروض ليحصل على الطعام. وابتعد المروض عن قفص النمر وهو يمشي بخطى متباطئة، وتبعه تلاميذه وهم يتهامسون متضاحكين، ونادى النمر الغابات بضراعة ولكنها كانت نائية. وفي اليوم الخامس قال المروض للنمر: هيا، إذا قلدت مواء القطط بنجاح نلت قطعة كبيرة من اللحم الطازج. قلد النمر مواء القطط، فصفق المروض وقال بغبطة: عظيم، ورمى إليه بقطعة كبيرة من اللحم. وفي اليوم السادس ما إن اقترب المروض من النمر حتى سارع النمر إلى تقليد مواء القطط، ولكن المروض ظل واجما مقطب الجبين. قال النمر: ها أنا ذا قلدت مواء القطط. أحبائي، يتهامسون هنا جاءت بمعنى يتحدثون بصوت خافت، وأما بغبطة فهي بمعنى حسن الحال والسرور، وأما واجما أي عابسا من شدة الهم والحزن، وأما مقطب أحبائي مقطب الجبين جمع بينهما معبس. أحبائي الطلبة، إذا أمعنا النظر في هذه الفقرة وجدنا أيضا بأن النمر هنا بدأ شيئا فشيئا يتنازل عن كبريائه ويطيع الأوامر، وكما قلنا هنا بأن النمر هنا بدأ يظهر بشخصيته الساذجة التي لا يعي نهايته، طبعا بهذه لا يعي هذه النهاية التي تنتظره. لهذا كان تفكيره بسيط، هو فكر بأنه كلما انقاد لأوامر المروض كلما حصل على الطعام. أحبائي، إذا سألتك وقلت لك ما إعراب هنا متضاحكين في
كما نراها في السطر الأول ستقول معي هي حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. قال المروض قلد نهيق الحمار. قال النمر باستياء أنا النمر الذي تخشاه حيوانات الغابات، أقلد الحمار سأموت ولن أنفذ طلبك. فابتعد المروض عن قفص النمر دون أن يتفوه بكلمة. وفي اليوم السابع أقبل المروض نحو قفص النمر باسم الوجه وديعا. قال للنمر ألا تريد أن تأكل؟ قال النمر أريد أن آكل. قال المروض اللحم الذي ستأكله له ثمن، انهق كالحمار تحصل على الطعام. فحاول النمر أن يتذكر الغابات فأخفق واندفع ينعق مغمض العينين. فقال المروض نهيقك ليس ناجحا، ولكنني سأعطيك قطعة من اللحم إشفاقا عليك. إذا أحبائي كما نلاحظ في هذه الفقرة بأن المروضة طبعا على دراية وعلى ثقة وعلى علم بأن النمر طبعا سينفذ كل ما يطلبه منه. إذا لذلك نلاحظ أحبائي الطلبة هنا بأن المروض أقبل نحو قفص النمر باسم الوجه ووديعا أيضا، فهو على ثقة تامة بتحقيق مبتغاه طبعا في تنازل النمر واتباع أوامره. وأما أحبائي دعونا نرى هذه الفقرة ماذا ستقول لنا. وفي اليوم الثامن قال المروض للنمر سألقي مطلع خطبته وحين أنتهي صفق إعجابا. قال النمر سأصفق. فابتدأ المروض إلقاء خطبته. قال أيها المواطنون، سبق لنا في مناسبات عدة أن أوضحنا موقفنا من كل القضايا المصيرية، وهذا الموقف الحازم الصريح لن يتبدل مهما تآمرت القوى المعادية، وبالإيمان سننتصر. قال النمر لم أفهم ما قلت. قال المروض عليك أن تعجب بكل ما أقول وأن تصفق إعجابا به. إذا أحبائي إذا أمعنا النظر في هذه الفقرة نجد أيضا بأن المروض ما زال يلقي أوامره طبعا للنمر لكي يسيطر عليه شيئا فشيئا، ولكي يصل إلى أمور طبعا متقدمة في الترويض، ولكي يعتاد النمر أيضا على إطاعته دون أن يناقشه في أي أمر يطلبه منه. أحبائي إذا سألتك وقلت لك استخرج لي من هذه الفقرة نعتا مرفوعا، ستقول معي بالطبع إن الحازم هي نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأيضا الصريح أعزائي الطلبة جاءت نعتا مرفوعا أيضا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والآن أحبائي لننتقل إلى الفقرة الأخيرة في درسنا لهذا اليوم. قال النمر سامحني أنا جاهل أمي، وكلامك رائع وسأصفق كما تبغي. وصفق النمر. فقال المروض منذ اليوم لن تأكل سوى الحشائش. ولما اشتد جوع النمر حاول أن يأكل الحشائش فصدمه طعمها وابتعد عنها مشمئزا، ولكنه عاد إليها ثانية وابتدأ يستسيغ طعمها رويدا رويدا. وفي اليوم العاشر اختفى المروض وتلاميذه والنمر والقفص، فصار النمر مواطنا والقفص مدينة. أحبائي نرى هنا مشمئزا بمعنى مقزز، وأما يستسيغ بمعنى وجده طيب المذاق. إذا أحبائي الطلبة إذا أمعنا في هذه الفقرة نلاحظ بأن هنا طبعا دائما بأن الإنسان لا بد من أن يعرف نقاط ضعف خصمه. ونلاحظ أيضا أحبائي الطلبة من خلال هذه الفقرة بأن الإنسان دائما دائما يضعف أمام غرائزه طبعا. ودائما أحبائي الطلبة لا بد لنا من أن نلاحظ أن الإنسان إذا كان حرا لن يخسر أبدا، وأما إذا كان عبدا فإنه لن يربح أبدا أبدا. أحبائي الطلبة وإذا أيضا أمعنا في قول الكاتب عندما قال في اليوم العاشر اختفاء المروض وتلاميذه والنمر والقفص، فصار النمر مواطنا والقفص مدينة،
نلاحظ أحبائي هنا يدل على أن النمر هنا ليس المقصود به كما لاحظنا في المعنى الظاهر بمعنى النمر، وإنما طبعا إذا أمعنا النظر في المعنى العميق وجدنا بأن النمر يدل على المواطن، المواطن الذي يعيش في مجتمع مقهور. وأيضا هنا بأن القفص هنا دل على المدينة التي طبعا تكون تحت السيطرة. فهنا أحبائي الطلبة لاحظنا بأن المواطن وحاله، وبين لنا حال المواطن إذا كان في مجتمع مقهور الحال، فحاله كحال من يتحول من الحرية إلى العبودية طبعا لتحقيق غرائزه والحصول على احتياجاته أيضا. والآن أحبائي الطلبة دعونا نقف لنتذكر بأن القصة تحتوي أحبائي على عناصر أساسية، وهي الشخوص والمكان والزمان والحدث والحبكة أو العقدة أحبائي، والحل والحوار أحبائي الطلبة بنوعيه، الحوار الداخلي والحوار الخارجي. فكما لاحظنا أحبائي الطلبة في هذه القصة بأنها احتوت على شخوص أساسية وهو النمر والمروض وأيضا التلاميذ، وأما المكان أحبائي الطلبة فكانت في الغابات النائية، وأما الزمان فكانت في أحد الأيام، وأما كانت الحبكة أو العقدة أحبائي الطلبة هي طبعا إحساس النمر بالجوع، وأما كان الحل هو امتثال النمر لأوامر المروض لحصوله على طعامه. أعزائي الطلبة، بهذا أكون قد انتهيت من حصتي لهذا اليوم، آملة المولى عز وجل ومتمنية من الله تعالى أن أكون قد قدمت لكم الفائدة. دمتم في رعاية الله.